شباك الخير لليوم نفتحه على لبنان. رحل مجموعة أزياء تأخذنا في رحلة بين المدن السورية من خلال مشروع The Masterpiece، وهو أحد مشاريع منظمة سوا للتنمية، تنمية الإغاثة، الهادف إلى تمكين النساء السوريات اللاجئات في لبنان. نتابع هذا التقرير. مشروع The Masterpiece، بيس مكتوبة بالذا تويست بمعنى سلام، انبثق من منظمة سوا للتنمية والإغاثة. صرنا عم نشتغل مع النساء بالمخيمات كذا سنة، وهيدي الكولكشن هي أول كولكشن اسمها رحل. الخياطة صارت بسنتر The Masterpiece بالبقاع. النساء هن من المخيم اشتغلوا ليل ونهار على القطع من قلبهم. أول فترة من المشروع كانت تدريب للنساء على القطب وعلى القطع، على طريقة الشغل، وتاني قسم كان ليطلع هدول القطع اللي شايفينها. هيدا المشروع هو نمالهم قدراتهم للنساء على العمل، عطاهم المرونة انهم يطلعوا من المخيم اللي هو كل النهار هن قاعدين فيه. من سوريا، أم لست أطفال، زوجي مفقود بالأحداث اللي نحن صرنا فيها، وصرت أشتغل بالجمعية سوا لأساعد عيلتي وأقدر أعمل شيء لأولادي ويطلعوا شيء، إنه يعني إنه نقدر نعيش بهالوضع الصعب كتير. أنا سيدي من السيدات اللي بيشتغلوا بالسنارة، وقدرنا الحمد لله نصمم شيء كتير حلو وشيء رائع، وقدرنا نرجع التراث القديم كله، انه نرجع نشتغل وننتج شيء جديد وشيء حلو. الحلو التعاون اللي كان بيناتنا والمحبة، والحمد لله كان فريقنا كله متعاون وبيحب بعضه، وقدرنا الحمد لله نتجاوب مع بعض وانتجنا شيء حلو. ينضم إلينا من بيروت ونرحب بحازم قيس، وهو المصمم في مشروع ذا ماستر بيس المتضمن المشروع الأول طبعا المعروف باسم رحل. حازم أهلا بك إلى شبابيك التلفزيون العربي، يعني نبارك لكم هذا تصميم المجموعة الأولى، لو ممكن أن تحدثنا عن هذا المشروع وأيضا عن المجموعة الأولى، كيف ظهرت، كيف كانت، كيف الناس شافوها؟ يعني من بعد المعرض صار ببيروت كان دعم كبير لنا انه العالم يشوف الشغل النسائي صار بالبقاع. بداية رحل هي اسم اول مجموعة اللي بتروي قصة سيدة لجأت من سوريا هروبا من الحرب وصولا الى لبنان، مرورا يعني على الاقدام، سيرا على الاقدام من المناطق السورية وصولا الى لبنان. وهذا كان الاستحقاق لنا لهي المجموعة من براند The Masterpiece يلي هو من جمعية سوا للتنمية والإغاثة. إقبال الناس على العرض والصلة كانت بوجود النساء يلي هن صنعوا هول القطع، والتعاطي مع العالم اللي عم بيشوفوا القطع، اللي عم يشتروا القطع، خلقت صلة كبيرة، وهذا كان شيء جدا عاطفي وحلو. كيف قدروا يقدموا قطعهم بطريقة تعبر عنهم بطريقة هالقد قريبة منهم، فهو شيء عن جد جدا بخلي المشروع يكون عنده بوتنشل قوية بكتير مطارح، بهالقد بحافظ على القصات السورية يلي هن كمان بنوا علاقة معها من قبل من خلال وجودهم. لكن حازم عملية فهذا كان الهدف. أيضا عملية التصاميم كان هناك، هل كان هناك انعكاس خلينا نقول للرحلة، المعاناة،
هل كان انعكاس بالألوان بالنسبة إلى المدن التي تم مثلا الترحال منها؟ ولماذا اخترتم اسم رحل؟ رحل هو بالمعنى كيف لجأوا أو كيف انتقلوا من بلد إلى آخر، وعبر هاي المسيرة اللي اجوا يلي كتير منهم اجوا مشي من سوريا وصولا إلى البقاع يلي هو موقع اللي عم نشتغل فيه. كان رحل الهدف منه أو الزبطة منه أنه الشيء الحلو اللي بيتركه الواحد بس يرسم مع الرغم من هالمعاناة اللي واجهوها ومن الرغم من المصاعب والأحداث من جر الحرب بسوريا، كان الأثر الحلو اللي بيتركوه على هالأرض اللي رسوا عليها أو لجوا إلى من خلال الضحكة اللي بيجوا فيها على ورشة العمل. فرحل هي أكثر تعبير الإمباكت أو الشيء تركوه هن على الأرض اللي أجوا عليها هروبا من الحرب. أتمنى لكم طبعا حازم كل التوفيق حتى في جمعية سوا. ما الجديد، ما هو القادم غير هذه المجموعة؟ يعني ما عندي الكثير من الوقت. سريعا الجديد، وكثير بنتامل انه يستمر هذا المشروع بالقوه هو فيه، نقدر نوصل نوسع بمطرح ما نقدر هالقد نخلق فرص لعالم محتاجه تقدر تعبر عن هويتها من خلال هالمجموعه، لانه رحل كانت عم بتقدم الارث السوري بكثير من المحلات من خلال القصات من خلال التطريز شغل اليد حتى مع الشباب الخشب السار. فهو كمان هو الحفاظ على الارث، الحفاظ على هويتهم السوريه من خلال القصات. فهذا هو الاستمرار، انه نشر رحل من خلال هيدي القطع المليئه بالمشاعر المليئه من بشغل اليد المليئه بالقيم اللي هي فيها، والتي ايضا تعبر عن الهويه والانتماء كما ذكرت، وايضا التمسك بالارض. طول ما انتم بهذه الروح حازم، ان شاء الله انتم على الطريق الصحيح، والله يوفقكم. حازم قيس المصمم في مشروع ذا ماستر بيس، طبعا المتضمن مشروع رحل. شكرا جزيلا لكم.